لكم وصفة من وصفات الجدات نتاعنا القديمة، واللي هي انا عارف اللي هي ايه. طالما انت جزائرية ومن كوكب لالا وبتقولي ان انت جايبالنا وصفة من وصفات جدتك القديمة، يبقى هتلعبي في تاريخ حد فينا. انا عارف، بس دايما انا عارف ان انت دايما بتجيبي حاجات مغربية تقولي عليها انها جزائرية وتنسبيها لجدتك. مش عارف ليه جدتك جزائرية، بتاخدي اكلات مغربية تنسبيها لجدتك، ليه معرفش. بس اتفضلي ورينا، ها المرة دي بقى هتبوظي الكسكس ولا هتبوظي الرفيسة ولا هتبوظي ايه بالظبط؟ وريني. وصفة الفول بالسمك. كنت نحتاج كيلو نتاع الفول، مغطى نتاع السمك، نوع السمك هو البقور، حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة، حبة بصل، 5 فصوص ثوم مقطعين، العطرية، استعملت فلفل أحمر، زعفران، سكنجبير، فلفل الكحل والكمون. الحقونا يا مغاربة، الدور جه علينا. إيه، احنا اصلا المصريين اللي بنتوصف باكل الفول، يعني المصريين كلهم، يعني حتى الجزائريين اللي بيدخلوا يتريقوا عليا بيقولوا لي يا بتاع الفول والطعمية. فاحنا مصريين مشهورين باكل الفول. فول بالسمك ايه يا وليه الاكلة دي؟ فول بالحوت ازاي؟ يعني ازاي بتعملي فول بالسمك؟ ايه الوصفة بقى دي؟ وبعدين انت بتقولي ان الوصفة دي من عند جدتك، جدتك مين؟ انا عايز اعرف بقى، انت جدتك مصرية؟ احنا المصريين اللي بناكل الفول ده وبنعمله باشكال مختلفة، الفول بقى اللي هو الحراتي والفول المطبوخ والفول المطحون والفول المدمس بتاعنا احنا، ده شغلنا احنا ده. فجأة بقيتي جايبة وصفة الفول من عند امك. مش عند امها، لا من عند جدتك. ماشي اوكي، في كوكب لالا. طيب ايه بقى الفول بالسمك ده؟ احنا مش ناقصين قرف، فول بالسمك يا وليه اللي انت بتعمليه ده يا وليه؟ ابناء كوكب لالا مش عايزين يبعدوا عن الاكلات المغربية والمصرية خالص. خلصوا على الكسكس، وخلصوا على الطنجية، وخلصوا على الرفيسة، ودلوقتي داخلين لنا في الفول. ربنا يستر على البيتزا بقى. الطاجين تاعنا فوق الغاز، ونحركو مليح ونمرقو بالماء السخون، والمرقة تاعنا طيب، والرأس ومن بعد الشوك كيما بهذه الطريقة. المرقة تاعنا راها طايبة، والماء يغلى مليح، ونديرو الفول كطبقة أولى. انا عايز ارجع حاجه ما يعلم بيها الا ربنا بصراحه، ده مش منظر طبق ده يا فندم. يا فندم سيبوا الاكلات بتاعتنا في حالها. يا وليه انت المره اللي فاتت طلعتي بوظتي الكسكس، وقبلها برضو طلعتي عملتي اتاي. انا فاكرك انت نفس الشخصيه، طلعتي عملتي اتاي مغربي، والله في سماه ما هو مغربي ولا اي علاقه بالاتاي المغربي خالص. انت عملتي ساعتها عرق سوس او موز باللبن، انما ده مش، ما كانش اتاي مغربي. دلوقتي انت طالعه تقولي ان الفول اكله من عند جدتك. انهي جده؟ جدتك كانت فرعونيه؟ كانت مصريه؟ ما انا مش فاهم. حضرتك حاطه علم الجزائر وانت من كوكب لالا، ايه علاقه الفول بالجزائر؟ مش انتوا بتتريقوا عليا وتقولوا لي يا بتاع الفول؟ في ايه يا جماعه؟ كوكب لالا تعبني خالص. وبعدين في الاخر عملت حاجه غريبه جدا، ده اسهال، ده مش منظر اكل ناكله ده. حد يحط سمك على الفول؟ في ايه بقى؟ طب ما تحطي سمك في سندوتش جبنه بيضه. مش قادر افهم بجد، عكيتوا في اكلنا ليه؟ ما تعملوا يا جماعه، ما تخليكوا بجد في مكفن في حجر يما، وبوسوا ولا تمسوا، وزحلقوا وانا انام جنبه، وغطيني عشان بردان. الاكلات اللي بتعملوها دي خليكوا فيها، ليه ماسكين في اكلاتنا احنا؟ يعني ليه بتدخلوا نفسكم في اكلاتنا؟ احنا مش ناقصين. سيبوا الاكل المغربي في حاله وسيبوا الاكل المصري في حاله، عشان انا تعبت والمغاربه تعب. وصدقوني حد يا مغاربه ممكن ياكل الفول بالسمك ده؟ لا انا ما اعتقدش، ولا حتى شم ريحته حد. لنا الله في كوكب لالا. في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، وتحياتي لكم جميعا، وانا كان بغيكم بزاف. حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعاده لنا الله في كوكب لالا. رابط القناه او وصف او اللينك بتاع المنشن بتاع القناه الجديده موجود في الديسكريبشن تحت في الوصف. اتمنى انكم كلكم تشرفوني هناك عشان نطلع عليها لايف ان شاء الله باذن الله قريب جدا، نناقش المواضيع اللي بنعمل عليها حاجات كوميديه هنا. ومره ثانيه بقول لكم ان شاء الله في مفاجاه قريب، معرفش هتعجبكم ولا لا، بس ان شاء الله في مفاجاه قريب اتمنى انها تعجبكم. بشكركم مره اخرى، ودايما المغرب في نجاح وتقدم ان شاء الله، والسلام عليكم. اتمنى اصحاب القلوب الضعيفه ما يروحوا المغرب، قلوب ضعيفه زي انا. ليه؟ لما تروح المغرب خلاص يصير أي بلد تروح له تقارن بالمغرب، أجواء المغرب، طبيعة المغرب، الأكل في المغرب، التعامل. الناس بالذات الناس بقى، يعني كرم أخلاق الناس ده ركز لي عليه قوي. أنا بقى ما طلعتش أنا الواحد اللي بقول كده، طلع أي حد بيروح. أهو إماراتي، أهو أخ إماراتي راح المغرب، قال لك لما بتروح المغرب بتقارن دايما بينه وبين أي حد. والله العظيم ده حصل لي، والله بيحصل لي، عشان الناس بتقول ان انا بطبل. ما كل الناس بتقول كده اهي، ما كل الناس اللي راحت المغرب بتقول نفس الكلام. لازم انت تطلع تقول ان احنا متلاعبين مع الاقجع كلنا. انا دايما بقارن ما بين المغرب وبين غير المغاربه. لما بيحصل موقف في سفريه معينه، ما تكونش في المغرب يعني السفريه دي،
وبيحصل لي موقف ما يعجبنيش بطلع اقارن على طول بين رد فعل المغرب، اقول ده انا لما كنت في المغرب حصل كذا، طب ده انا لما كنت في المغرب حصل كذا. يبقى اذا احنا كلنا متفقين يا جماعه على نفس القصه دي، اي حد بيروح المغرب بيعجبه جدا طريقه التعامل بتاعت المغرب، مش عشان بيتلاعب مع لقجع. يعني انا هتلاعب مع لقجع ازاي؟ فهي القصه كلها انه احنا بيعجبنا المغاربه، تقاليدهم، عاداتهم، جدعنتهم زي ما احنا بنقول بالمصري كده، اكلكوا، التراث بتاعكوا، الطريقه اللي بتتعاملوا بيها مع الضيف، كل ده بيعجبنا. فلما انا اجي اقول انه ده عجبني، ولما اجي اروح بلد تانية الاقي حاجه حركه مش حلوه اتعملت، او حركه يعني مش تمام اتعملت من حد المفروض ان انا ضيفه في بلد ما، واقول ان ده ما بيحصلش معايا في المغرب، طب ما هو ده بسبب انه ده حاجه ميزه في المغرب، فليه بقى هنطبل كلنا للمغرب؟ انا ما اعرفش. فحلو قوي انه دلوقتي ناس كتير جدا لما بتروح المغرب بتطلع تتكلم على القصه دي، وبتتكلم على الحاجات اللي انا اتكلمت عليها كتير واللي غيري اتكلم عليها كتير في اعجابه بما يحدث من المغاربه تجاه ضيوفهم، الطريقه اللي بتتكلموا بيها معانا، الطريقه اللي بتتعاملوا بيها معانا. انا طبعا ما بعتبرش نفسي ضيف، ولكن لما كنت باجي وانا ضيف ومعتبر نفسي ضيف ولسه جديد على المغاربه، شفت احسن معامله، شفت ناس محترمين بيعاملوني كويس جدا، الناس كلها بتبتسم في وشي. لسه كنت بكلم واحد صاحبي مغربي قريب مني جدا، قلت له انا عندي راحه نفسيه معاكم، انا برتاح نفسيا معاكم، لما بتعامل معاكم برتاح نفسيا. انا غالبيه الناس اللي بشتغل معاهم وبتعامل معاهم حتى في اطار شغلي في اطار تعاملاتي الشخصيه مغاربه. فده ليه؟ لان الطريقه ريحتني، التعامل معاكم ريحني، فدي حاجة حلوة المفروض اطلع اتكلم عليها. وانت من كوكب لالا المفروض ما تزعلش ان انا بتكلم عن المغاربة كويس، لانه انت ما فيش حاجة تضرك لما انا اتكلم عن المغاربة كويس وغيري يتكلم كويس وغيري يتكلم كويس. كل ده بيدل على انه شعب شقيق اللي هو الشعب المغربي، احنا فخورين جدا بالطريقة اللي بيتعامل بيها مع ضيفه، شعب كريم، كل الناس قالت عليه انه عنده اغنى او يعني اكرم مائدة. طريقة التعامل، الاحتفاء والحفاوة اللي بنشوفها سواء حتى من قبل ما المغاربه يكونوا عارفيني، دي بتفرق كتير قوي، دي بتخلي الناس تحبك. فانا بقول لكوكب لالا ركز في نفسك وحسن من نفسك وطور من نفسك عشان انت كمان تخلي الناس تحبك وتشيد بيك، بدل ما انت كلامك الغريب وعدم قبولك لاي حاجه احنا بنقولها كويسه على المغرب بتكتسب ان احنا بنبقى متضايقين منك، بنبقى شايفين ان انت فيك. ما هو اللي عنده نقص هو اللي بيعترض انه اللي قدامه بيمدح في اخوه. يعني لما انا ابقى انا واخويا والاقي حد غيري بيمدح في اخويا وعمال يقول اخويا كويس، اخويا محترم، اخويا كويس، اخويا ده كريم، وانا اتضايق، يبقى انا عندي نقص، يبقى انا كده ما عنديش اصل. فالقصه دي لازم انت تركز فيها ابناء كوكب لالا، وتخلوا المغاربه في حالهم، في قيمهم، في الطريقه اللي بيتعاملوا بيها، اللي حببت الناس فيهم اكتر واكتر. ولنا الله في كوكب لالا.